Ronaldo! Messi! Messi salta! Golazo, golazo! Neymar! شعل النار! Neymar! Salah! مساء الخير مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضة اليوم. لكن قبل أن نبدأ الحلقة نستعرض لكم أبرز محاورها. اختباران مهمان لليفربول وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا. ريال مدريد وتوتنهام يلحقان بركب المتأهلين لثمن نهائي تشامبيونز ليج. انتصار عريض للمنتخب الكويتي على نظيره السعودي في خليج 24. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ونبدأ برنامجنا من المسابقة الأعرق والأمجد أوروبيا، حيث تجري في هذه الأثناء منافسات الجولة الخامسة ما قبل الأخيرة من دوري المجموعات بإقامة عدة مباريات، وفي أهمها يستضيف ليفربول الإنجليزي في ملعب الأنفيلد نابولي الإيطالي، وعلى ملعب الكامب نو يستقبل برشلونة الإسباني فريق بروسيا دورتموند الألماني. لنتابع التقرير التالي ونعود للحوار. تتجه أنظار عشاق الكرة العالمية صوب ملعب الأنفيلد، مسرح القمة الكروية التي ستجمع بين فريقي ليفربول الإنجليزي ونابولي الإيطالي في منافسات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وسيسعى ليفربول لرد الدين وتحقيق الفوز على ضيفه الإيطالي لضمان التأهل لثمن نهائي البطولة، ويدخل الريدز المواجهة وهو بأحسن حالاته، فالفريق يغرد في صدارة الدوري الإنجليزي بفارق مريح عن أقرب مطارديه، كما يحتل تلامذة الألماني يورغن كلوب صدارة مجموعتهم برصيد 9 نقاط. من جهته يطمح نابولي للعودة من الأراضي الإنجليزية بنتيجة إيجابية ليحافظ على أماله ببلوغ دور 16 من المسابقة الأوروبية الأعرق. ويحتل نابولي المركز الثاني في المجموعة ب8 نقاط وبفارق نقطة عن المتصدر ليفربول. وكان فريق المدرب المخضرم كارلو أنشلوتي قد حقق الانتصار بهدفين دون مقابل في مباراة الذهاب والتي جرت على ملعب سان باولو بإيطاليا. وفي مباراة هامة أخرى يستضيف برشلونة الإسباني على أرضية ملعبه الكامب نو فريق بروسيا دورتموند الألماني في منافسات المجموعة السادسة. ويدرك الفريق الكاتالوني أن الفوز في اللقاء يضمن عبوره إلى الدور التالي بصرف النظر عن نتيجة مواجهته مع إنتر ميلان الإيطالي في الجولة السادسة لدور المجموعات، وهو ما سيسعى لتحقيقه البيلوغرانا لتفادي الحسابات المعقدة في الجولة الأخيرة. في المقابل يحتل بروسيا دورتموند المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف برشلونة المتصدر. ويعي الفريق الألباني أن خسارته قد تتسبب في وداعه للتشامبيونز ليج، ولذلك سيسعى بكل ما أوتي من قوة للخروج من كاتالونيا ولو بنقطة التعادل الكفيلة بتأهل الفريق للدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. نعم مشاهدينا الكرام، ولمناقشة ملفات حلقة الليلة ينضم إلينا من تونس الدكتور جمال الحاجي المحلل الفني والمدرب الكروي. فأهلا ومرحبا بك دكتور جمال، ضيفا عزيزا على شاشة قناة اليوم. مرحبا بك كابتن عبد الجبار، وتحية لكافة السادة والسيدات المشاهدين والمشاهدات. أهلا بك دكتور جمال. الآن قمتان من العيار الثقيل في دوري أبطال أوروبا، الأولى في الأنفيلد تجمع بين ليفربول وضيفه نابولي الإيطالي، كيف تقرأ المشهد من الأراضي الإنجليزية دكتور جمال؟ بالطبع كما أشرتم عديد الأرقام تلعب لصالح ليفربول. ليفربول
سحب القوة الهجومية على مستوى الدوري الأوروبي بعشر أهداف كاملة، لكنه في المقابل قبل سبعة أهداف. هذه القوة الهجومية التي يمثلها الثلاثي المرعب سيدو ماني صلاح هداف الدوري الأوروبي بالنسبة دوري الأبطال بالنسبة لبرشلونة بثلاث أهداف، برشلونة أيضا هداف على مستوى الدوري بثلاثون هدف كاملة ولم يقبل إلا 11 هدف. كل هذه الأرقام تجعل من ليفربول مرشح فوق العادة في هذه المباراة، ناهيك وأنه تمرينات الفريق تشهد انتعاشة كبرى لنجم الفريق الأول صلاح الذي يمر بانتعاشة قصوى ربما تجعله هذه الليلة نجم هذه المباراة. إلى جانب قوة صلاح ماني وفيرمينو الثلاثي المرعب، هناك عديد النقاط الأخرى التي يجب على مدرب نابولي الأخذ بها والأخذ بعين الاعتبار، ناهيك وأن قوة ليفربول في الكرات الثابتة، ليفربول الذي سجل ما يقارب 38 كرة ثابتة منذ انطلاق الموسم الفارط، وهذا معدل مرتفع جدا على المستوى الأوروبي وعلى مستوى البريمير ليج. هناك نقطة أخرى أيضا قوية جدا لليفربول على المستوى الهجومي، وهي الكرات العرضية التي يتقنها بصفة كبيرة الظهيرين الأيمن والأيسر، أعني هنا روبرتسون وأرنولدو، هؤلاء أو هذين اللاعبين لهما الإمكانيات الكبيرة على مستوى التوزيعات العرضية وعلى مستوى الاختراقات أيضا في الرواقين. هذا إلى جانب الثلاثي المرعب الذي دائما أذكر به في مقدمتهم بالطبيعة صلاح ماني المرشح بقوة للكرة الذهبية، وكذلك فيرمينو اللاعب البرازيلي الهداف. نعم، بينما في الجانب نعم فعلا دكتور، كما أسلفت دكة مرعبة لحامل اللقب ليفربول، لكن في الجانب الآخر فريق الإيطالي حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل لا شيء بقيادة مدربه المخضرم كارلو أنشيلوتي الذي يعرف كيف يتعامل مع هكذا مواجهات. بالطبع أنشيلوتي يعتبر من أبرز المدربين على مستوى هذه المسابقة أي دوري الأبطال الأوروبية. أنشيلوتي يعرف جيدا الأجواء الإنجليزية والملاعب الإنجليزية، وكما أشرتم كابتن عبد الجبار الهزيمة الوحيدة التي تكبدها ليفربول في الدوري الأوروبي كانت على يد أبناء أنشيلوتي أبناء نابولي. نابولي أيضا هم في المرتبة الثانية كما أشرت بثمانية نقاط، هجومهم سجل ستة أهداف لم يقبلوا إلا ثلاثة أهداف وهم أحسن الدفاعات في هذه المجموعة. على المستوى المحلي سجلوا أيضا 22 هدف وقبلوا عدد كبير نسبيا 16 هدف بالتمام والكمال. الفوز بالطبيعة يمثل الترشح لنابولي، غير الفوز فإنه الأمور ربما تتعقد قليلا، لكن هناك ربما خصوصيات الآن موجودة في فريق نابولي قد تؤثر سلبا على مردود هذا الفريق المتميز. ناهيك وأنه في آخر مباراتين على المستوى الأوروبي كان تعادل مع سيلزبورغ هدف لهدف، وتعادل مؤخرا في الدوري المحلي ضد ميلان بهدف مقابل هدف. عندك هنا نشير إلى أنه غيابات لورونزو أنسيني وميلك سوف تكون مؤثرة، لكن أنا أردت أن أشير إلى مشكل مهم جدا الآن ونحن نقترب من الميركاتو الشتوي. هذا المشكل موجود بخصوصية كبيرة على مستوى فريق نابولي، حيث أنه سيغادر الفريق عديد اللاعبين أمثال كوليبالي، كاريخون، أنسيني، مارتينز وغيرهم، لكن هناك أيضا نجم الفريق رويس الذي يعتبر الآن محط أنظار كبار أوروبا خاصة الريال، البارسا، البي اس جي ومانشستر يونايتد. ربما هذه الأشياء قد تؤثر سلبا على المستوى الذهني وتكون لها معنى وقعا وخيما في المباراة الليلة
أمام ليفربول. نعم دكتور جمال، أيضا في الكامب نو، نتحول من الأنفيلد إلى الكامب نو، أيضا قمة من العيار الثقيل تجمع بين فارسها برشلونة والفريق الألماني سود الفيستيفال بروسيا دورتموند. طبعا، لكن هنا أردت كذلك أن أشير إلى بعض الأرقام التي ربما تؤثر مداخلتنا الليلة. برشلونة يواجه صعوبات كبيرة على المستوى الهجومي، حيث أنه لم يسجل إلا 4 أهداف في 4 مباريات، وهذا العدد قليل جدا على نجوم مثل ميسي وسواريز، ولم يعاودنا به الفريق الكتالوني في الفترة الأخيرة. نعرف قوة الهجوم الضاربة في برشلونة في السنوات الأخيرة على مستوى الدوري الأوروبي، على مستوى الأبطال. عديد المشاكل أيضا يعانيها الآن فالفيردي، هو الدفاع الضعيف، رغم أنه الليلة سنسجل عودة اللاعب الفرنسي أومتيتي. كذلك هناك هبوط على مستوى الهجوم، كما قلنا ميسي ليس في أحسن حالاته، كذلك سواريز. ربما هذه الأشياء قد تؤثر على الأداء الهجومي الذي عرف بقوته سابقا، ربما هذه الليلة سوف يكون مؤثرا. ناهيك وأن مسؤولي برشلونة يفكرون بقوة في تطعيم هجوم الفريق بنجوم مثل أوباميانغ لاعب أرسنال. على كل، حتى اللاعبين الآن في برشلونة يتذمرون قليلا من طريقة تدريب فالفيردي، ربما الذي سوف تكون أيامه قليلة في برشلونة، الذي هذا المدرب الذي اعتمد مؤخرا على التكتيكات الدفاعية أكثر منه الهجومية. هناك أيضا مشكل تكتيكي مهم جدا يعاني منه برشلونة منذ انطلاق الموسم، هو اعتماده على لاعب ارتكاز وحيد المتمثل في بوسكيتس. بوسكيتس يبدو أنه في الفترة الأخيرة لا يقدم المردود المنتظر منه، في وجود لاعب متميز وانتداب متميز مثل ديون. ربما على فالفيردي مراجعة عديد الأشياء، وربما هذه الأشياء لا تؤثر الليلة سلبا على أداء برشلونة. نعم دكتور جمال، نبقى في دوري الأبطال لكن بعد هذا الفاصل. بلغ ريال مدريد الإسباني دور ثمن النهائي للبطولة رغم تعادله مع باريس سان جيرمان الفرنسي، مستغلا تعثر غلاتا سراي التركي بتعادله مع كلوب بروج البلجيكي ضمن منافسات الجولة 5 للمجموعة الأولى. فعلى أرضية ملعب سانتياغو برنابيو ورغم تقدم الفريق الملكي بـ2 حمل توقيع مهاجمي الفرنسي المتألق كريم بنزيما، إلا أن سان جيرمان نجح في تعديل النتيجة بإحراز 2 متتاليين في آخر 10 دقائق من عمر اللقاء بواسطة كل من نجمه الشاب كيليان بابي والأسباني بابلو ساربيا، ليعزز الفريق الفرنسي صدارته للمجموعة بـ13 نقطة، فيما أصبح رصيد الريال 8 نقاط في المركز الثاني ليبلغا معا الدور ثمن النهائي. وفي المجموعة الثانية حجز توتنهام الإنجليزي مقعده في ثمن النهائي بعد نجاحه في قلب تأخره أمام أولمبياكوس اليوناني إلى انتصار بـ4 أهداف لـ2، ليرفع توتنهام رصيده لـ10 نقاط في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن المتصدر باير ميونخ المتأهل مسبقا والذي اكتسح زفيزدا الصربي بسداسية نظيفة. نعم دكتور جمال، إذن الريال مدريد يرافق باريس سان جيرمان إلى دور 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، تأهل مهم للفريق الملكي ولكنه صعب. نعم، مباراة الليلة البارحة كانت تدل على هذه الصعوبات التي يواجهها ريال مدريد. ريال مدريد لم ينتصر كثيرا في الدوري الأوروبي، ليس كشأن باريس سان جيرمان الذي حقق 4 انتصارات كاملة، والليلة البارحة حقق أول تعادل في هذه المسابقة. المباراة كانت تدل والأرقام كانت تدل على سيطرة ريال مدريد، لكن المؤثر والمحير والتساؤل الكبير هو كيف يتم التفريط في هذه النتيجة عندما كان
يتقدم فريق زيدان بهدفين كاملين يفرط في المباراة وفي نتيجة المباراة وفي انتصار مستحق في آخر المباراة بعد ضغط كبير فرضه أبناء توماس توخل الذين كانوا واقعين أكثر بقوة هجومية رهيبة جدا يتقدمها بطبيعة كيلان مبابي هذا النجم الشاب الصاعد بكل قوة في سماء الكرة العالمية. ثم واقعية كانت من جانب باريس سان جيرمان ثم قوة ربما نسخة باريس سان جيرمان لهذه السنة سوف تكون مؤثرة وسوف تذهب بعيدا نظرا للمصاريف الكبرى والأموال الكبرى التي تصرف في باريس على هذا الفريق الكبير. في المقابل بكل صراحة ريال مدريد ما زال يعاني على عدة مشاكل في التنشيط الدفاعي وحتى في التنشيط الهجومي. وهنا نتساءل كريم بنزيما هذا اللاعب الذي تقدم نوعا ما في السن ربما يغادر قلعة ريال مدريد، من هو البديل؟ هزار الانتداب المدوي لم نشاهده كما ينبغي لحد الآن، عديد المشاكل على زيدان معالجتها. في المقابل البيت الباريسي في مستوى كبير جدا ربما قد يحطم سوء الطالع الذي رافقه في السنوات الأخيرة ويكون من أركان المربع الذهبي في هذا الدوري. نعم دكتور جمال، باعتبارك مدرب كروي متميز في عالم كرة القدم، كيف تمكن توماس توخيل في العودة بالنتيجة؟ كان الفريق الباريسي متأخر بهدفين دون مقابل، حتى أن الفار أنقذ الريال من خسارة مؤكدة بإلغائه لركلة جزاء وطرد الحارس كورتوا. هنا إذا أخذنا بعين الاعتبار عديد العناصر المهمة في كرة القدم أهمها التحذير البدني كان على مستوى عالي جدا، ولذلك شاهدنا أنه باريس سان جيرمان يتمكن من تعديل النتيجة أمام فريق كبير جدا مثل الريال في آخر دقائق. هذا يدل على أن نجوم باريس سان جيرمان على المستوى البدني حاضرين كما ينبغي وأفضل من الميرينجي. في الجانب الآخر هناك الجانب الذهني وهو جانب مهم جدا الآن في كرة القدم العصرية، قوة شخصية كبيرة أظهرها أبناء توخل أبناء باريس سان جيرمان هذا الفريق الذي يسخر بالنجوم. هنا شهادة في حق هذا المدرب الشاب هذا المدرب الألماني الذي يحمل فلسفة وفكر جيدين ربما سيكون من أفضل المدربين في المستقبل القريب. هو كيف تمكن هذا المدرب الشاب الذي ليس له بالماريس كما يقولون ليس له سيرة ذاتية كبرى على مستوى التتويجات تمكن من إيجاد التوليفة المهمة في فريق يسخر بنجوم ويسخر بعديد اللاعبين ربما يختلفون في عديد الأشياء كالثقافات كغيرها، لكن هذا المدرب تمكن من إيجاد التوليفة من إيجاد التركيبة المناسبة والآن هو ناجح بصفة كبيرة على مستوى الدوري الأوروبي وعلى مستوى حتى الدوري المحلي. نعم دكتور، أيضا بالمثل أيضا توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي في المجموعة الثانية رافق بايرن ميونخ العملاق الألماني بايرن ميونخ إلى الدور الثاني بعد أن حول تأخره بهدفين إلى انتصار بأربعة أهداف مقابل هدفين بقيادة مدربه الجديد البرتغالي خوسيه مورينو. طبعا هنا لابد أن نشير إلى رقم مهم جدا قبل أن أمر إلى توتنهام. أذكر السادة المشاهدين أن بايرن ميونخ يتصدر الدوري الأوروبي دوري الأبطال على المستوى الهجومي ب 21 هدف كاملة بعد السداسية التي حققها ليلة البارحة. في مقدمة الهدافين في هذا الدوري نجد ليفاندوفسكي ب 10 أهداف بسوبر هارتريك كان سجل ليلة البارحة، أرقام مخيفة جدا وكبيرة ربما لا تدل على المشاكل التي يعيشها بايرن ميونخ هذا قوس. لكن المهم أنه مورينو في الليلة البارحة كان ناجحا على مستوى كبير برشا بعد ما كان الفريق متأخر بهدفين كاملين أمام فريق أولمبياكوس المغمور أو صاحب المراتب أو صاحب المستوى الثاني ليس من الفرق المرشحة أو ذات المستوى الكبير، لكن قوة شخصية العمل الذي قام به مورينو بين الشوطين في حجرة الملابس
كان عملا كبيرا يدل على خبرة كبيرة من مدرب عاهدناه دائما ما يفوز بالألقاب. اليوم مورينو بعد بطالة مطولة نسبيا نجده على رأس الإطار الفني في توتنهام، عليه أن يعمل بجد، لكن هذا المدرب الشهير له كل الآليات وكل الإمكانيات حتى يترك توتنهام على الأقل في مستواه على مستوى السنة الفارتة. نذكر السادة المشاهدين أنه توتنهام كان أحد أضلاع النهائي في دوري الأبطال. نعم دكتور جمال، نتحول من الإثارة والندية في الملاعب الأوروبية إلى الملاعب العربية إنما بعد هذا الفاصل. حسم التعادل السلبي من دون أهداف لقاء المنتخب العماني مع نظيره البحريني بافتتاح مباريات المجموعة الثانية من منافسات كأس الخليج لكرة القدم والمقامة في قطر، وفشل لاعبو الفريقين في ترجمة الفرص الكثيرة التي لاحت للمنتخبين إلى أهداف. ينتهي اللقاء كما بدأ بالتعادل من دون أهداف، وليحصد كل فريق نقطة واحدة في مستهل مشوارهما بخليج 24. وفي ذات المجموعة تغلب المنتخب الكويتي على نظيره السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، سجل الكويت كل من أحمد الظفيري وسامي الصانع ومبارك الفنيني، وللسعودية فراس البريكان. وبانتصاره تصدر المنتخب الكويتي فرق المجموعة بثلاث نقاط، يليه المنتخبان البحريني والعماني، فالسعودية بالمركز الأخير بدون نقاط. يسجل ويتقدم بنتيجة المواجهة ويعلن حسامي الصانع هذه كرة بدر. نعم دكتور جمال، على غير العادة الإثارة والندية وغزارة في التهديف في خليج 24 على الملاعب القطرية، يومان يشهدان 10 أهداف في أول يومين، غزارة فعلا في التهديف ويعني شهية هجومية في بطولة الخليج العربي رقم 24 على الأراضي القطرية. طبعا هذا الخليجي خليجي 24 هو في الحقيقة بروفة مصغرة لمونديال 2022 اللي مش يدور أيضا في الدوحة أمس على الجانب التنظيمي، واليوم شاهدنا مستوى عالي جدا على مستوى التنظيم. قطر يبدو أنها جاهزة لهذا الحدث وجاهزة أيضا للحدث الأبرز هو مونديال 2022 قبل حتى سنتين، ثم نجاح كبير، لكن المستوى الفني في الحقيقة فاجأنا في بعض المباريات، كان مستوى فنيا يدل على أن هذه النسخة فيها أيضا بطل آسيا اللي هو المنتخب القطري، وفيها عديد المنتخبات العتيدة التي شاركت لحد الآن ولم تشارك. ننتظر أنه يبقى هذا المستوى مرتفع، ناهيك وأنه في مباراة قطر كان المستوى عالي جدا وبداية موفقة لأسود الرافدين، تمكنوا من الإيقاع بصاحب الأرض من بطل آسيا المنتخب القطري الذي في الحقيقة قدم مباراة سيئة نوعا ما تكتيكيا، وسانشيز المدرب القطري كان جانب في الحقيقة الصواب في عديد الاختيارات وحتى في الاختيار الرسم التكتيكي الذي اعتمده 4-2-3-1 التي كان فيها عديد الفوضى على المستوى خاصة التنشيط الهجومي وحتى التنشيط الدفاعي. في المقابل تألق المنتخب العراقي وكان براغماتيا أكثر، كان واقعيا بقيادة الحارس الممتاز الذي تصدى لعديد الفرص. المدرب كاتانيتش من الجانب العراقي كان واقعيا، كان دارسا جيدا المنتخب القطري، يعرف نقاط قوة ونقاط ضعف هذا الفريق بالطبيعة، لا يخفى على مدرب مثل كاتانيتش، لأنه المنتخب القطري في الحقيقة أصبح كتابا مفتوحا لعديد المنتخبات نظرا لأنه هو بطل آسيا، لكن في المقابل تذبذب كبير في المنتخب القطري، ويبدو أنه على المستوى الذهني المنتخب القطري نزل للمباراة وكأنه هو البطل وكأنه هو المنتصر مسبقا، لكن المنتخب العراقي كان موجودا وبكل قوة وتمكن من الفوز. في المقابل مباراة الإمارات واليمن بكل صراحة كانت نقاط القوة من جانب المنتخب الإماراتي، يبدو أن المنتخب الإماراتي أعد العدة جيدا
لهذا الخليجي، ويبدو أنه يريد أن يفتك هذا التاج مثل ما فعل المنتخب القطري في الإمارات على المستوى الآسيوي. في مباراة السعودية هناك كلام آخر في الحقيقة يجب أن يقال، هو الغياب الظاهر والمدوي لنجوم الهلال المتوجون مؤخرا ببطولة آسيا للأندية. نعم عفوا دكتور، عفوا للمقاطعة، ولكن هل رغم الغيابات كان المنتخب السعودي يقدم مباراة كبيرة، ولكن استغلال الفرص وترجمة الفرص إلى أهداف كانت من نصيب المنتخب الكويتي. المنتخب الكويتي نجح في استثمار فرصه وسجل 3 أهداف، بالمقابل لم يتمكن لاعبو السعودية من ترجمة فرصهم. بالضبط، هذا ما أشرت إليه هو صحيح 100%، لأنه المنتخب الكويتي بكل بساطة كان يلعب على نقاط قوته، وخاصة اللاعب المخضرم بدر المتوع صاحب 2 أسيست من خلال 3 أهداف لتسجله. بدر المتوع هذا اللاعب المخضرم سيطر بالطول والعرض على منطقة الوسط وكانت تمريراته حاسمة، بينما في المقابل كما ذكرت كابتن عبد الجبار الآليات والميكانيزم كانت موجودة في المنتخب السعودي، وهذا يدل على قيمة الناخب الوطني إيرفي رينار والعمل الذي يقوم به. لكن اللاعبين الذين يحولون الفرص إلى أهداف كانوا في الحقيقة غائبين، واللاعبين الشبان رغم أنهم قدموا أداء متميز وكانوا قريبين في كل مرة من مرمى المنتخب الكويتي، إلا أنه في الحقيقة كانت الواقعية وخاصة الخبرة والتعامل مثل هذه المباريات كان غائبا، ولم يلعب المنتخب السعودي على نقاط قوته. نقاط قوته في الحقيقة كانت في الأداء الجماعي، لكن فرديا المنتخب السعودي والأخضر السعودي كان غائبا في غياب لاعبيه ونجومه والذين يمثلون فريق الهلال، والذين بين قوسين لقنوا درسا في الكرة، درسا كرويا للفريق الياباني، وتمكنوا من الانتصار كما تعلمون بهدفين في اليابان بالذات. هذا الغياب بكل صراحة سيكون مؤثرا، وحتى التحذيرات كما صرح إيرفي رينار كانت متأثرة جدا بغياب هؤلاء النجوم. نعم دكتور جمال، على كل حال فعلا كانت غيابات واضحة ومؤثرة، ودفع ثمنها باهظا المنتخب السعودي خسارة كبيرة وعريضة للأخضر السعودي أمام الأزرق الكويتي صاحب التاج في بطولات الخليج ب10 ألقاب. نتمنى أن نشاهد بطولة مثيرة ويتوج في نهايتها المنتخب الأفضل والأجدر. كل الشكر لك الدكتور جمال الحاجي، كنت معنا من العاصمة التونسية، المحلل والمدرب الكروي المتميز، والشكر الأكبر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب وحسن المتابعة. دمتم بخير وإلى اللقاء.